السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما دائما ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واحد الكيك بالقرعه، كما كتبان لكم عندي القرعه الحمراء. حنا كنقولوا القرعه الحمراء، ما كاين اللي كيقولها اليقطين ولا سميتها حتى اليقطين باللغه العربيه ولا المهم حنا كنقولوا القرعه. وعندي كما قلت لكم القرعه فيها 300 غرام و 350، وعندي هنا 220 غرام ديال السكر، وكاس تاع الزيت صغير عبر ثوب ديال العنبه ما عامرش بزاف، وعندي كاس ديال الحليب ودقيق بلا ما نعبره، وثلاثه ديال البيضات، و 50 غرام ديال الشكلاط والخماره. بسم الله، دابا غندوزو نقطعو هاد القرايعه، نديروها نسلقوها، غندير لها طريفات صغير قريب باش طيب ليا دغيا بحال هكا. بعد ما سلقت هذيك القرايعه اللي قلت لكم ها هي سلقتها، باقا شويه سخونه، غنسقطها شي شويه من داك شويه تاع الماء. بسم الله، نحاول نديرها شويه بالمعلقه احسن، ما كتكثروش الماء، ملي نبغيو نسلقوها نديروا غير شويه ديال الماء باش ما يجيناش الماء فيها كثير بزاف. بسم الله، ندير شويه ديال الحليب، وندير الزيت، ندير البيض، هاو نخليها حتى تبرد داك سميتها القرعه اللي سلقناها، نخليوها حتى تبرد عاد باش ما يطيبش لينا البيض. السكر، خلطوا كلشي وصافي عادي، ماشي صافي. دابا غادي ديك الخميره نخليها تندرب شويه بهاد الدراج هذا باش يتدرب ليا كلشي، باش هي ديك القرعه تتدرب. بسم الله، ندير هاد الخميره، نديرو الدقيق ان شاء الله. بسم الله، نخلطوها بشويه بشويه، دائما الدقيق على حسب الخليط، ما كنعبروش كما كتعرفوا، كاين اللي كيعبروا كاين اللي ما نديروها هكا حتى نوصلوا لذاك القوام اللي بغينا وكنحبسوا. بارك عليها ديجا كاع، خصنا نخليوها شويه متلوقه، ما خصناش باش تجينا خفيفه، ما تجيناش ثقيله. دابا غندوز ندير هاد الشكلاط اللي انا درتو هكا، يعني طريفات ماشي غبره ولا شي حاجه، هكا طريفات نخلطهم. بعد ما صايبناها ندوزو نحطو المول، ها هو كيما كتشوفو، درت ليه شويه تاع الزبده ودرت ليه الدقيق، دابا غنحطو ان شاء الله. بسم الله، نحطو الخليط ديالنا، وانا درت واحد داك نسيت ما درتهاش قدامكم، درت واحد شويه ديال الملحه، كتبقى غير اختياري يعني ماشي شويه اللي درت،
بعد ما صايبته راه انا درت الفرن الفران ديالي راه سخن، درتو انا خليتو درتو على الاخر ديالو، وملي كيسخن مزيان كنقص منه، نقصت عليه خليته على الدرجه 100 170، كاك 160 170، وكنخلي غير لتحت وصافي، وكنرد ليها البال باش ما نخليوش ثاني بعد ما على حسب الفران، كاين بعض الفران اللي كيحرق واخا تنقصي منه، ردوا لها البال وصافي، وندخلها ان شاء الله طيب، ونتلاقاو ان شاء الله ملي توجد ليها. ها الكيك وجد عندنا، ندوزو ان شاء الله دابا كما داك نديرو في طبق التقديم ان شاء الله بسم الله. دابا ندوزو نصايبو باش نزينو، نزين ان شاء الله. هنا عندي شويه تاع السكر كلاصي، وعندي الحليب سخون، وهاد سميتو الملونات للتزيين ان شاء الله من الفوق بسم الله. الحليب عندي شويه درتو شويه دافي سخون، يعني باش يذوب ليا مزيان داك السكر كلاصي. نخلطوه مزيان حتى يولينا بحال ولينا بحال السيرو، ونزيد شويه تاع سكر كلاصي. بعد ما عاد لينا بحال هكا كنبقاو نزيدو شويه شويه بشويه بشويه شويه السكر كلاصي باش يولينا بحال هكا بسم الله. نديروها من الفوق ونزينو من الفوق بحال هكا بشي حاجه اللي تزين بحال هادي، كيبقى على حسب كل واحد وباش حاب يزين. وهذا هو التزيين ديالنا، الكيك ديالنا بالقرعه كما تابعتوني والشوكولاط كيجي على هذا الشكل هذا. ونتمنى الله ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك ومن الاشتراك معايا في القناه اللي اول مره كيشوف القناه ديالي، فضلا منكم وليس امرا. وكنشكر كل الناس اللي دخلت عندي واللي كتشوف الفيديوهات ديالي، شكرا لكم بزاف، من اي بلد ومن اي مكان كيشوف فيديو ديالي انا كنشكره بزاف. وشكرا لكم، والسلام عليكم ولا بين الاخرين ان شاء الله.